اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج من القاهره. بيشرفنا النهارده قامه كبيره من قامات القوات المسلحه، تاريخ كبير ومشرف وقدوه لكل الشباب وكل الاجيال وقدوه لابنائه في القوات المسلحه وفي كل شعب مصر. سياده اللواء اركان حرب دكتور سمير فرج، اهلا وسهلا يا فندم، شرفتنا. اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب فندم. ايه اللي حصل في موضوع الصومال؟ احنا مصر ارسلت قوات الاتحاد الافريقي، قوات حفظ السلام، حصل حاله من الجنان هناك في اثيوبيا. ايه اللي حصل وايه الموضوع ده طيب. ليه الكلام ده؟ نحكي الاول الموضوع من البدايه. اتفضل. عايزين نشوف اول خريطه الصومال عشان نعرف اهميه الصومال، واحنا عملنا كده ليه؟ وليه الاتفاق ده تم؟ لو بصينا على الخريطه بتاعت الصومال الاولانيه هنلاقي ان الصومال دوله مهمه جدا في منطقه اسمها القرن الافريقي. تمام. والمنطقة دي مسيطرة على مدخل قناة السويس اللي هي قدامنا هنا دلوقتي. تمام. فلا عايزين الصورة اللي قبليها اللي هي قبل الصومالي لان. فلما نشوف ان الصومال الصومال دي موجودة على مدخل باب المندب. يعني اذا مسيطرة على باب المندب اللي هي تلت التجارة العالمية بيمر من هذا الطريق. الصومال كانت في لحظة ضعف. فيها دولة فقيرة، إيطاليا استهلكتها جدا، وبالتالي لما الفقر بيدي مكان بتطلع للجماعات الإرهابية، فبالتالي في جماعة الشباب الصومالي جماعة إرهابية ومصنفة إرهابية على مستوى العالم، وبدأت تعمل نقول تدمير كبير في الصومال، كل يوم بقى تفجيرات وكلام من ده. علاوة على الضعف بتاع الصومال لقينا إن جزء من الصومالي لاند اللي هو بالأحمر ده فوق راح مستقل عن السودان، عن الصومال. ده لضعف الدولة نفسها. لضعف الدولة، ومحدش معترف في العالم بصومالي لاند دي أو أرض الصومال إلا أثيوبيا. هي اللي اعترفت بيها. ففوجئنا الفترة اللي فاتت إن أثيوبيا راحت عاملة عقد مع صومالي لاند الدولة اللي هي مش معترف بيها حد، وفي ميناء اسمه بربرة بالأحمر أهو فوق. تمام. راحت واخدة منه 20 كيلو وعملت قاعدة لأثيوبيا. لمدة 50 سنة. طبعا الموضوع ده في عايزة تحط رجل لها على البحر. بالظبط، على مدخل البحر الأحمر، لأنه أثيوبيا زي ما أنت شايف كده دولة لا شاطئية وملهاش علاقة بحد، فبالتالي فرصة إن أعمل كده. جت الصومال، خد بالك إن الصومال دي دولة عربية وعضو في جامعة الدول العربية، جت لمصر وطلبت، هي الصومال اللي طلبت انها تعمل بروتوكول تعاون عسكري. البروتوكول التعاون العسكري ده برضو عشان نوضح للناس، قالت بعتنا قوات وطلعت اشاعات و10,000 عسكري. لا، احنا البروتوكول العسكري مهمتنا ان احنا هنقوي الجيش الصومالي تدريب، هندربه وبعدين هنعيد تكوينه وتنظيمه، تسليحه بأسلحة خفيفة، فلما الجيش الصومالي يقوى إذا هيقضي عليه إرهاب نمرة واحد وهيرجع الجزء اللي اتاخد من الصومال. تمام. تمام؟ فبالتالي ده أزعج مين؟ أثيوبيا. أثيوبيا النهارده إن كانت هيبقى ليها منفذ على البحر وعاملة حاجة غير مظبوطة، فبالتالي حصل مشكلة. الناحية التانية بقى الاتحاد الأفريقي عمل قوة حفظ السلام، فمن شاء الله من الشهر اللي بعد اللي جاي مصر هتبعت قوة حفظ السلام بناء على طلب مين؟ الصومال. تمام. هم اللي قالوا هاتولنا قوة حفظ السلام دي، لا راح تحارب حد ولا راح تحارب اثيوبيا ولا اي حد في المنطقة، هي راحة تحافظ على السلام داخل اثيوبيا الصومال، لان الصومال متهددة، وزي ما قلت دي دولة عربية وهي اللي طلبت، ومين اللي اقر؟ دي الاتحاد الافريقي. اذا احنا بنقول في هذا الموضوع احنا لسنا ضد حد ولا رايحين نحارب ولا رايحين نشتبك مع حد، احنا مش رايحين نعتدي على حد. احنا دولة عربية بنساعدها بناء على طلبها، مش احنا اللي رايحين، ودولة معترف بيها ورئيس دولة وجا مضى مع سيادة رئيس السيسي. تمام. واللي احنا فرحوا طيارتين مصريين قلبوا الدنيا، 10,000 طيارتين دول واخدين واخدين مجموعه من الضباط الخبراء اللي عندهم الخبره ان يعيدوا تنظيم الجيش الصومالي، جاوا بقى كتائب ولواءات وفرق
التسليح بتاعهم اللي هيتم، وبندربهم ان شاء الله 3 اشهر بالتدريب بتاعنا المتميز. ممكن بقى يقضوا على الارهاب، واحنا عندنا خبره كويسه في القضاء على الارهاب، يبدا بقى يحرر بقيه ارضه ويطرد الناس اللي هم خدوا ارض. ومن هنا جت من ايه حاله الرعب اللي حصل لهم. طبعا خلاص، انت بعد ما كان عاش امال انه هيطلع على الميه وعلى البحر وهيبقى له قاعده على خليج عدن والمحيط الهندي ومدخل قناه السويس، الله الله. فطبعا ويبدا بقى ايه يمسكك من حته بتوجعك، ده انا بقى ماسك مدخل. فطبعا بالتالي ولكن عايز اقول ايه في النهايه، كلمه كده صغيره قلتها في اي حته، ان اصبح لنا تواجد عسكري في الصومال. خلاص عايز يفهم دي. بقى اللي عايز يفهم بقى لنا تواجد عسكري في الصومال، مدخل باب المندب اللي هو بيؤمن قناه السويس، وده حقنا. خد اللي بالك، قناه السويس النهارده بعد ما طورناها كانت قد بتجيب 5 مليار دولار في السنه، قعدنا طورناها والاخوان اياهم دول يقول لك ايه حفروا ترع، ماشي الترع بدل 5 بقى بتجيب كام؟ 10 مليار. فالنهارده انت المفروض عايز تامن، من حقك ومن حق الشعب المصري. وما انت جايب قوه عسكريه ليه؟ تمام. عشان تبقى موجوده تامن حدودك واستثماراتك. فشقفه ده اللي قالي الناس، خاصة المنطقة اللي احنا وراها كده جنب اثيوبيا والحتة التانية دي كلها حوض نهر النيل، الدول اللي هي الروافد بتغذي النيل. لو حد برضو شاور عقله يبقى احنا لنا ايه؟ تواجد عسكري في الصومال، وده مهم. تاني لنا تواجد عسكري في الصومال، لكن لنا قوات بتحارب ولا احنا جارحين نحارب حد. احنا رايحين قوة حفظ السلام تابع للاتحاد الافريقي بطلب من مين؟ من دولة الصومال. من دولة الصومال. فكده الامور واضحة. الناس هتحاربوا يا عم؟ لا، مش مالناش رايحين نحارب، احنا بنرفع كفاءة جيش عشان يقضي على الارهاب ويحرر بقية ارضه. طب هل فعلا يا فندم في مناورات عسكرية بين دولة مصر والصومال في اطار التدريب؟ لا 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 لا، الصومال الجيش مفيش جيش، فانت رايح تعمل جيش يعني ممكن بعد 4-5 اشهر تقول اعمل مراقبة، انما لا ما فيش جيش. انت رايح تعمل جيش، تنظم كتيبة وسرية ولواء وبتاع، وبعدين تدرب الناس، وبعدين الاسلحة يضرب نار ازاي، يقاوم الارهاب ازاي، ودي الخبرة بتاعتنا. فان شاء الله اعتقد 3-4 اشهر هتلاقي الجيش الصومالي. طب رد الفعل الاثيوبي وتحريك بعد القطع من الجيش الاثيوبي للحدود؟ بص، هو طبعا عايز يعمل بروباجندا لنفسه وعايز ياهل الشعب بتاعه، تشوفوا مصر بتعمل احنا لا قربنا لك ولا لنا دعوه بيك. القوات دي راحه تاني لرفع كفاءه الجيش الصومالي، مش رايحين نحارب حد ولا نحدد حد، ده كلهم خبراء عسكريين بيروحوا يعيدوا. وياما كنا بعتنا ناس، وعلى فكره احنا كان لنا قوات حفظ السلام قبل كده في الصومال في 2004-5، وكان اللي هو الفخراني هو اللي كان ماسك القوى المصريه هناك. فيعني دي مش اول، والامريكان كان لهم قوات حفظ السلام في الصومال قبل كده ايام عديد. فايام بالظبط. فبعد كده لما الامور تضاعف كله سحب نفسه، لكن النهارده الصومال دوله عربيه في الجامعه العربيه وطلبت يا جماعه ساعدوني، فبنساعدها. بس وسيادة الرئيس قال كده اصلا بكل وضوح، بوضوح احنا رايحين نساعد، ولكن بنقول ما حدش بقى يختبر مصر. طب هل الامور في الصومال لو حد اعتدى على دولة الصومال او حد اعتدى على القوات المصرية المتواجدة في الصومال باي شكل من الاشكال الوضع؟ اصل برضو ايه، انا مش عايز اضرب البلد بالوضع، بس احنا بنقول دي قوات حفظ السلام، مين هيروح يعتدي عليها؟ النهارده اللي ممكن يعتدي عليها واحنا موجودين الارهاب اللي موجود، وده تمام. بيحصل ساعات، فلكن بتبقى القوات محصنه نفسها وبتاع. انما اشك ان اي دوله اخرى جنبها تروح تعتدي عليها، هيبقى مش مظبوط. وهنا المجتمع العالمي هتدخل، امم متحده، مجلس الامن، لان دوله ذات سياده دي تعتبر قوات مسلمه مش راح مسلمه بالظبط. وبعدين دوله ذات سياده، اي حد يعتدي على دوله ذات سياده بيبقى لها موقف. يعني النهارده لما روسيا اعتدت على اوكرانيا، دي دولة ذات سيادة، انت اعتديت، فالعالم كله واقف بقى مع اوكرانيا، بيساعد اوكرانيا. فعشان كده يعني ما فيش قلق، وما حدش يقول رايحين نحارب، لا مش رايحين نحارب. تاني وتالت احنا رايحين ندعم الجيش الصومالي يقف على رجليه، يأمن بلده، يخدع الارهاب، ويرجع الجزء اللي اتاخد منه
عشان وبالتالي ما هيتاخد منه الجزء ده طبعا هيأثر على ناس ثانية اللي هي اثيوبيا اللي اصحاب المصالح وقعت اتفاق مع حد لا يملك. تمام. انت فاهم اللي كنت عايز توقع اتفاق مع دولة الصومال نفسها. تمام. مش الناس اللي هم ده. طيب ننقل لموضوع تاني، حدودنا في الشمال الشرقي. تمام. بيننا وبين الكيان المحتل بين اسرائيل محور فيلادلفيا وتصريحات رئيس الوزراء نتنياهو استفزازه بلا حدود، يعني استفزاز بلا حدود، ويروح لل هو راح قعد على الحدود هناك وقعد ان هو بي 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 بيشرب شاي على الحدود في نفس اليوم او تاني يوم سيادة رئيس الاركان سيادة الفريق احمد خليفة راح عمل تفتيش هناك على الحدود وقعد فتر مع الجنود وشاف الموضوع كله، يعني الصور كلها حضرتك اللي هتتعرض دلوقتي انه سيادة الفريق كان بيتفرج على الموقف. نشرح الموضوع من الاول. اتفضل يا فندم. نشوف اول خريطة بتاع محور فيلادلفيا. تمام. يهمنا بس عشان الناس قاعدة تتكلم، محور فيلادلفيا اللي قدامنا ده اللي بالخط الاحمر طوله 14 كيلو. تمام. اهم حاجة فيه ايه؟ انه في الارض الفلسطينية ليست ارض مصرية. تمام. خلي بالك. دي أهم نقطة. أهم نقطة عشان الناس تقول لك أنتوا اديتوا محور فيلادلفيا لإسرائيل، يا جماعة دي أرض دي في غزة. وإسرائيل كانت قاعدة في غزة بالمحور ده من 67 لما خدتها لحد 2005. يعني هو كان موجود أصلا. أصلا وكانت إسرائيل محتلاها غزة. تمام. بالكامل بعد 67، ما بعد 67 خدت غزة إسرائيل خدت كل سيناء ومنهم إيه؟ غزة. غزة. فضلت قاعدة من 67 لحد 2005. 2005 جت اسرائيل قالت لا غزه انا مش قادر عليها، لان غزه فعلا اكبر سجن في العالم، 2 مليون بني ادم اياميها لا اكل ولا شرب ولا مش عارفين، قالت انا هخلع من غزه وحاسبها، وسابتها مين؟ للسلطه الفلسطينيه. تمام. فالمحور ده كان اصلا مين؟ تبع غزه، وكانت اسرائيل محتلاها. تمام. مش بتاع ده، ارض بتاع فلسطين في غزه. لما جت اسرائيل تسيبه 2005 فقالت ايه؟ احنا هنعدل اتفاقيه كامب ديفيد. المحور ده قالت عاوزين نخليه من غير قوات، ده اسرائيل اللي طلبت. واحنا في سينا عندنا كانت المنطقه دي طبقا لاتفاقيه كامب ديفيد شرطه مدنيه اللي وقعها السادات. قالت لا طب انا عشان الموضوع نخاف عليه نحط حرس حدود. فوقعنا اتفاق بيقول ان في محور فيلادلفيا ده من غير قوات، وان المنطقه جيم بتاعتنا بتاعت الحدود تبقى حرس حدود 750 عسكري. ماضينا احنا الاثنين، وده كان تعديل في اتفاقيه كامب ديفيد، فدخل بقت احد عناصر بنود كامب ديفيد. تمام. خلاص. النهارده لما يجي يقول انا كامب انا هقعد في فيلادلفيا، لا ده انت بتخالف بنود اتفاقيه السلام بتاع كامب ديفيد. انما انت ما دخلتش ارضي، ما هو لازم تفرق. لا لو دخل ارضي حاجه ثانيه. حاجه ثانيه خلاص، ثاني يوم هنخش. تمام. هم جايبين قوات مسلحه ليه؟ لكن الارض دي فين؟ في ارض غزه، وهم كانوا فيها من 67 ل 2005. لما جم يطلعوا، هنشوف انا بعيد ايه عشان الناس، انتوا الناس مصر سلمت فيلادلفيا مش بتاعنا يا جماعه، ده هم اللي سابوها وهم اللي مضوا على اتفاق ان المحور ده ما فيهوش قوات. جاء النهارده بالقوه عايز يرغمنا ان هو لا تعدل الاتفاق، نقعد على بعض على الترابيزه لنا طلبات. طب واستفزازه بقى يا فندم الحركات الشغل العيال الصغيره اللي بيقول هو بص بقى الاول نشوف ايه. طب هو عمل كده ليه؟ تمام. النهارده في اتفاقيه ايقاف اطلاق النار بين الفلسطينيين في غزه وبين مين؟ اسرائيل، واحنا وسيط احنا وقطر. تمام. نتنياهو مش عايز الاتفاقيه دي تتم، نتنياهو مش عايز، لان لو حصلت حاجتين. ايوه. واحد، هتيجي محكمه القضائيه العليا تحاسبه زي ما حصل في حرب 73 لجرانات الله ينور عليك، بعد ما خلصوا 73 قالوا تعالوا بقى، تعالوا جولدا مير رئيس الوزراء زي نتنياهو وموسى ديان وزير الدفاع ورئيس الاركان وبتوع المخابرات، الخمسه اتحكموا. النهارده موقع يانت العبري قال ان هم بدا بعد الصحفيين والعسكريين الاسرائيليين يعملوا كتاب زي المحدال، زي كتاب التقصير بالظبط المحدال ده بدا يحاسبوه قبل الحرب ما تخلص. في ايام بعد 73 اللي هي
لجنه اجرانات وسموها الصحافه التقصير. النهارده نتنياهو لو الحرب وقفت بكره الصبح، تعال يا اخويا انت بقالك 11 شهر بتحارب، عملت ايه؟ حققت الاهداف بين واحد، هل طلعت الرهائن بتوعك؟ لا. بالقوه. هل قضيت على حماس؟ لا. هل استوليت على غزه؟ لا. امال المصاريف والحرب دي كلها ليه؟ 11 شهر بتحارب والخسائر ومفيش. فعشان كده النهارده هو خايف انه بكره لو حصل الموضوع ده هيطلع من الوزاره، خاصه ان لو وافق على السلام ايقاف النار هتلاقي ان في ناس معاه في الوزاره الاثنين سمرتيش والتاني عايزين يقول لك هنطلع من الائتلاف، هتسقط الوزاره هو بره. ده هو دلوقتي بيقولوا كده. هو طبعا. فالحاجه الثانيه ايه بقى؟ انه عنده ثلاث قضايا فساد، هيتحاكم. هيخش السجن. مش عايزه كلام. ما عشان كده مش عايز يخلص الحرب. مش عايز يخلصها. الحاجه الثانيه بقى الثالثه، هو مش عايز يخلص الحرب دلوقتي ليه؟ لانه في 5 نوفمبر اللي جاي الانتخابات في امريكا. هو عنده امل ان ترامب لو جه صديقه، وترامب ده اكتر واحد اذى القضيه الفلسطينيه. ليه؟ 20 سنه اللي فاتوا كذا رئيس امريكي يجي في الانتخابات يقول انا هنقل السفاره الامريكيه للقدس، وما ينقلهاش ولا واحد عمل الا مين؟ ترامب. ترامب. الحاجه الثانيه في ترامب بقى، انت سمعت اول ما جه وقال لك قضيه القرن، عايز يعمل ايه؟ حل القضيه احنا اتفقنا على الفلسطينيه دولتين، دوله في غزه والضفه ودوله اسرائيل. نتنياهو يقول لك لا هي دوله واحده، وترامب قال لك دوله واحده، فبالتالي لو جه الدنيا ضاعت. فهو نتنياهو عايز يعطل اي وقف اطلاق النار لشهر 5 اللي جاي، ل 5 نوفمبر تطلع ايه الانتخابات ويجي ترامب وتنتهي القضيه الفلسطينيه. فعشان كده احنا كلنا عايزين السلام يتم. طب السلام احنا مصر عايزه ايه؟ عايزه سلام. اكتر ناس متضرره طبعا في العمليه دي الفلسطينيين. تمام. اتدمروا، نقدر 40,000 شهيد، 90,000 جريح، ده غير المفقودين تحت الانقاض مش عارفين كام. بنية الاساسيه في غزه كلها اتدمرت، مفيش مستشفى شغال، مفيش لا ميه، مفيش لا نور كهرباء، البيوت وقعت 75% من المساكن. فالنهارده البلد متدمره. فدي نمره واحد. نمرة اتنين، مين تاني واحد متأثر؟ مصر. النهارده في 5 مليار من دخل قناة السويس ضاعت. ده واحد. نمرة اتنين، أنت عندك السياحة مضروب، مين هيجي يعني يعمل سياحة في مصر وأنت شايف كل يوم ضرب ونار وكلام من ده؟ ومسيرات من كل حتة. فبالتالي إحنا أكتر ناس مضرين، وأكتر ناس عايزين السلام عشان إخواننا الفلسطينيين وعشان إحنا نعيش. الحاجة التانية اللي بتتقال ساعات دلوقتي بقى، انتوا عملتوا ايه؟ عملتوا ايه للفلسطينيين؟ احنا اكتر ناس عاوننا الناس في غزة. رقم واحد، 80% من المساعدات اللي دخلت على غزة لحد دلوقتي منين؟ من مصر. من مصر. السكر والشاي والزيت والدقيق كل ده بيطلع من مصر. والباقي ابعت لك طيارتين ثلاثة، مفيش. مصر اللي شايلة لله. مصر اللي شايلة لله، ده واحد. احنا النهارده عاملين معسكرين في رفح وخان يونس. كل واحد يشيل 250,000 بنياهم الهلال الاحمر الاسرائيلي. عندنا 3 مخابز من القوات المسلحه عاملاها عندنا في الارض بتاعتنا، بتطلع كل يوم 3 مليون رغيف لاهالي غزه، دي وكده من عندنا من مصر. عندنا 3 محطات تحليه ميه في الارض بتاعتنا. ده احنا كان عندنا مشكله كبيره في الغاز، بس اول ما اخواتنا في لبنان حصل عندهم مشكله احنا اول ناس بعتنا. فعشان كده ما حدش يقول انتوا مش عاملين ايه. النهارده في 1000 فرد من غزه بيتعالج في المستشفيات عندنا، وكل واحد من دول يا معايا 2 يا 3 مرافقين، طفل صغير يبقى مع امه وابوه واخوه. مش فاحنا النهارده عندنا كميات مساعده لغزه لم يتخيلها مخلوق. فالنهارده بقى جاء بقى نتنياهو ووزير الدفاع وراح على الحدود وعمل زياره، احنا برضو بعتنا مين؟ رئيس الاركان راح وعمل زياره، والزياره دي لها حته اهداف. واحد، اولا رئيس الاركان بيطمن ان اولادنا على خط الحدود فاهمين مهمته. روحهم المعنويه عامله ازاي؟ انت ما بتشوف بيكلم العسكري والظابط، تعالى مهمتك ايه؟ استاذنك في نقطه، هو بيكلم العسكري والعسكري واقف بسلاحه كامل طبعا، شدته كامله وشدته. انت بتعمل ايه؟ مهمتك ايه؟
ومش عايز اقول الاسئله الثانيه عشان ما نكشفش. بتتصل بيه لو حصل، بيبدا يناقش العسكري اول حاجه في مهمته العسكريه. تاني حاجه المهمه بقى، تاكل ايه؟ تاكل مبسوط، بتشرب، بتنام، اما بتنزل اجازه بتنزل ازاي؟ ما لازم بقى يعرف الدنيا بتعمل ايه. حاجه تانية، لما العسكري بتاعك اللي على خط الحدود يلاقي رئيس اركان تاني واحد في القوات المسلحه بيشوفه، مش روح المعنويه ترتفع طبعا، والظابط بتاعك اللي هناك بيقول لك رامينا على الحدود ما حدش بيسال فينا، فدي نمره اتنين، انت بترفع الروح المعنويه للقوات بتاعتك. حاجه الثالثه، مصر كلها شافت الكلام ده امبارح، فبالتالي انت بتطمن كمصري ان رئيس الاركان راح شاف القوات على الحدود وشافهم بيعملوا ايه، وتاكد عن استعدادهم القتالي. رئيس الاركان قاعد بيفطر مع العساكر ومع جنود، وكل واحد العلبه بتاعته فيها الفطار اللي بيفطروا عادي كل يوم، عيش وملح لقمه. وبعدين العسكري بتاعنا، انا الواحد شايف طبعا الكلام ده طيب، وبيحس ان الراجل اقل حاجه بيقدره بتحضره، ومين رئيس الاركان وبياكل معاه، وبعدين هو مش بياكل ترابيزه بس، ده كل الترابيزات كله مع بعض، الاثنين اللي جنب رئيس السيد رئيس الاركان واللي قدامه كلهم جنود عسكري. جنود فبتبقى، وبعدين يرجع الجندي بقى لوحدته، انا كنت بفطر مع رئيس الاركان. العمليه دي لا تتخيل، بترفع روح المعنويه، احنا حسينا بيها. انا ايام حرب الاستنزاف انا كنت ملازم اول، ولما كان بيجينا الفريق فوزي ويقعد معانا ويكلمنا، وارجع للعساكر اقول لهم ده الفريق فوزي كان عندنا النهارده وزير الدفاع، وقعدنا وكان في رمضان فطرنا على الارض كده، ما كانش فيه طبعا، كنا في حرب، بطاطين اتفرشت وكل واحد بتاع ديت سندوتشات. الحته دي بتعمل رفع روح معنويه كبيره. احنا عندنا يعني بدون ما نطلع بره الموضوع، الفريق عبد النعم رياض رئيس اركان حرب استشهد فين؟ على الخط الاول في الجبهه، بينه وبين العدو 200 متر عرض القناه، انت فاهم؟ فاحنا في الحاجات دي بترفع الروح. يعني انا برضو كنت اياميها هناك، كان فريق عبد النعم رياض بيعدي علينا كل في الاسبوع مره، طالع على الخط الامامي يشوف استعداداته وبتاع، دي بترفع الروح. فاللي عمله برضو رئيس الاركان المره دي كانت رفع الروح المعنويه وتطمن قواتنا تمام. حاجه المصريين برضو اطمنوا، وكانت رساله الى الطرف الاخر، قواتنا جاهزه ومستعده ومحدش يقرب. لان للاسف نتنياهو لما عمل الكلام ده اختار موضوع غلط، انت فاهم؟ يعني ممر فيلادلفيا ده قعدوا لك فيه انفاق، الرئيس السيسي اول ما جه ومسك كان فيه 2000 نفق في هذا المكان. ولازم الناس تبقى عارفه ده كان فيه في حماس وزاره اسمها وزاره الاوقاف، كان كل حاجه بتخش في مصر من اول انابيب البوتاجاز بتاعتنا كانت بتطلع وتتفضى وتيجي تتملى تاني، وكان فيه بتتسرق عربيات، بقولك وزاره للانفاق موجوده عندهم هناك. فبالتالي اول ما جه الرئيس السيسي هوب سدينا كل الانفاق، 2000 نغف. كان في الاول خالص في الانفاق اللي هي محفوره في الرمل وخشب بيسترها، جبنا ميه من البحر المتوسط وعلى طول الخط 14 عملوا كيلو. انفاق كونكريت؟ لا بعد كده بقى تمام. يعني شفنا فالاول الميه مع الرمل وقعت الانفاق دي، دخلنا بقى الانفاق الثانيه اللي هي الكونكريت الاسمنت المسلح دي بقى، فضلنا حته حته دمرنا بالكامل وقفلناها. حاجه تانية اللي ما حدش قالها كتير، تعرف على خط الحدود ده في رفح الاسرائيليه الفلسطينيه ورفح المصريه، الاثنين لازقين في بعض. انا رحت هناك واشتغلت في الاول خالص قبل 67 تمام، كنت تخش من البيت في رفح المصري تطلع من البيت الثاني في فلسطين، البيتين في واحد. ساعتها قلنا لا شكرا، الرفح المصريه عملنا لهم مدينه جديده لهم، وكل واحد خد بيت نظيف محترم وباسمه وبعهد اخضر، وشيلنا رفح المصريه دي كلها. فالنهارده بيجي نتنياهو يقول ده في انفاق، لا انت كذاب يعني نتنياهو، وانت عارف لانه كان اياميها متصل بينا وفي اقمار صناعيه وكان في تنسيق وده بندخل معدات تقيله والكلام ده كله، فهو عارف تماما ان مفيش ولا نفق. وهو لو كان عنده انفاق موجوده ما كان دخل وعدى ووصل عندنا يقول ادي في انفاق موجوده، لا الكلام ده بقاله 4 سنين خلص وما عادش موجود. في بقى مشكله تانيه نشوفها على الخريطه، وهي محور رفح او معبر رفح تمام. واحنا بنضي الاتفاقيه بعد ما الـ 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 بعد ما اسرائيل سابت غزه في 2005
ايه اللي حصل؟ واحنا بنعمل الممر بتاع فيلادلفيا ده وبنتفق عليه، ايه اللي حصل؟ عملنا ايه في الفتره دي؟ رحنا عملنا اتفاق على معبر رفح. في معبرين، معبر رفح وكرم ابو سالم. معبر رفح اللي قدامنا ده عباره عن بتاع افراد، وقلنا ان المعبر ده من عندنا المصريين، ومن الناحيه الثانيه عند غزه هيبقى تتواجد ناس من منظمه او من السلطه الفلسطينيه، ومعاهم ناس من الاتحاد الاوروبي. يبقى هم اللي موجودين هناك بيدوا الباسبورات، دي دوله فلسطين، تمام. ومعبر كرم ابو سالم هيبقى للشاحنات، بينهم 4 كيلو تقريبا. 4. لما حصل اللي حصل في غزه، فبداوا الاسرائيليين يقفلوا معبر كرم ابو سالم، بدينا ندخل في معبر رفح العربيات والشاحنات، وكلنا شفنا جوتيرش الامين العام للامم المتحده وقف في معبر رفح ومش عارف اتدخل العربيات عشان الفلسطينيين اللي جوه. فاحنا اتفقنا قلنا ان معبر رفح ده هيبقى تحت سيطره الفلسطينيين ومعاهم الاتحاد الاوروبي، واحنا في الناحيه الثانيه. جه نتنياهو راح واخد معبر رفح بالقوه. لا، ما ينفعش. فانت يعني احنا لن نرضخ ان القوه تبقى اساس التعامل مع اي حد، لكن مع مصر لا. وبالتالي قلنا مش هنشغل رفح الا لما لما اسرائيل تخرج. ودي النهارده مشكلتين رئيسيين عشان نحقق السلام. واحد ممر بتاعنا فيلادلفيا يكون خالي من القوات، زائد معبر رفح الفلسطيني الناحيه الثانيه ما يكونش فيه اسرائيليين. وعشان كده احنا بنقول ده طلبنا، وده طلب طبعا حماس. حماس قالت احنا لنا 3 شروط 4 شروط. الشرط الاولاني انسحاب اسرائيل بالكامل من غزه بما فيهم ممر فيلادلفيا. 2 ان احنا يعني افراج عن الاسرى الفلسطينيين اللي موجودين في سجون اسرائيل. الحاجه الثالثه بنتكلم على اعاده الاعمار. الحاجه الرابعه اللي هو دخول المساعدات الى غزه. بالمنظر ده زي ما انت شايف ان نتنياهو بيتعنت، بيطلع القطط الفاطسه بيعملها فينا، واحنا طبعا نقول ايه، ما يستاهلش يعني عشان يطلع ان مشكله ممر فيلادلفيا ده ما فيش مشكله يا جماعه، في انفاق، ما فيش انفاق. وبعدين في صوره كان نتنياهو بيعرض على المجلس الحربي بتاعه الخريطه، والخريطه دي راح قال لك فيها 3 حاجات. الحاجه الاولى الفلوس، قال لك ان الانفاق بتاعه غزه كانت هي اللي بتدخل الفلوس لمين؟ لاهي الخريطه دي موجود. اول حاجه تحت بيكتب عليها ان دي عباره عن بتدخل الفلوس. كلنا عارفين ان من ساعه اسرائيل ما سابت غزه بيجيب في غزه الفلوس منين؟ من قطر. كل شهر قطر بتطلع طياره تنزل مطار بن غوريون في تل ابيب، تنزل الفلوس، مندوب قطر ياخد يستلم ال 30 مليون دولار في البنك اللي في شارع ديزنجوف، وبعدين تطلع بحراسه منين؟ من الجيش الاسرائيلي، يسلمها لمين؟ قوات يمام. ده حماس. فاذا اللي كان بيدعم قطر، واحد يقول لك الله اسرائيل كانت ايوه بتدعم ليه؟ اسرائيل كان يهمها انشقاق بين الفلسطينيين مع بعض. الناس اللي في الضفه الحكومه الوطنيه الفلسطينيه كانت مضت اتفاق اسلو بيقول ايه؟ حل القضيه في اطار الدولتين، دوله فلسطينيه ودوله ايه؟ اسرائيليه. ايام ياسر عرفات. ايام ياسر عرفات. حماس لك لا مش هعترف، مفيش دولتين، احنا ففي اختلاف بين الاثنين. فاسرائيل كان يهمها يفضل الخلاف ده ايه؟ موجود. فقعدت تدعم حماس، ولذلك في الاخر حماس هي اللي ضربتها، تمام؟ ويمكن احنا شفنا الفترات اللي فاتت كان كل 6 اشهر له عباس كامل مدير المخابرات العامه لكم في عونه يجيبهم، تعالوا اقعدوا عايزين نتصالح. وبعدين اصل برضو ايه الاجانب بره يقول لك ايه؟ لما نيجي عايزين نحل القضيه الفلسطينيه نتكلم مع مين؟ حماس
ولا نتكلم مع السلطه اللي موجوده في رام الله، السلطه الفلسطينيه فرق تسود يعني بالظبط. فكان لازم الاثنين يتفقوا يا جماعه، كان لازم. انما كانت اسرائيل عايزه دول في ناحيه ودول في ناحيه، وعشان برضو حماس ما تعتمدش على الفلوس اللي جالها من السلطه، فبدات تجيب لها الفلوس منين؟ من قطر. فعشان كده لما يجي يحط على الخريطه يقول لك كانوا بيجيبوا فلوس، لا مفيش فلوس. وبعدين نفس الخريطه بقى الناحيه الثانيه يقول لك ايه؟ الاسلحه والمعدات، منين؟ منين؟ احنا هنجيب لهم اسلحه ومعدات ومصر استحاله. وبعدين الحاجه الثالثه قال لك الافراد، كانوا بيدخلوا افراد. احنا قعدنا في الارهاب الفتره اللي فاتت اللي كان بيخش سينا بيجاب من شعر راسه بتاع انت مين ورايح فين، لحد ما قعدنا على الارهاب. فاحنا لم نكن نسمح ان احنا هندخل عناصر من الفلسطينيين عشان تخش. فهو نتنياهو النهارده بيحاول يتلكك ويحاول يوقف كل اللي بيحصل دوت، عشان مفيش سلام مفيش وقف اطلاق النار عشان يكمل. طب لو نقلنا الموضوع تاني حضرتك، زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا اول مره منذ تولي الحكم، معناها ايه يا فندم؟ انا قعدت 3 سنين ملحق عسكري في تركيا. تمام. فحفظ تركيا كويس قوي. تركيا ومصر هم اكبر قوتين في المنطقه. تمام. والفتره اللي فاتت حقيقي ال10 سنين اللي حصل فيهم نقول سوء تفاهم بين الدولتين، كانت مصر وبالذات الرئيس السيسي كان منتهى العقليه، كان عاقل جدا، ما عملش مشاكل، رغم ان هم قالوا كلام كتير مش عايزين يفتحوا دلوقتي، فاهمني؟ والرئيس السيسي ما قطعش العلاقات، وفضلت العلاقات الاقتصاديه زي الفل، ما قطعناش العلاقات الاقتصاديه، وما جابش سيرتهم. وفجاه طبعا اردوغان حس ان هو اخطا ببعده عن مصر، وبالتالي طبعا هو جه الزياره اللي فاتت. المره دي الرئيس السيسي راح، ومن ايام ما كنت انا موجود في تركيا، تركيا عندها نظام لما رئيس دوله يجي، ملك، امير، رئيس جمهوريه، ويجي يتقابل في المطار بوزير او رئيس وزراء، ويروح يقابله رئيس الجمهوريه فين؟ في شنقايا في القصر بتاعه. المره دي الرئيس السيسي بالطياره وطرح هتنزل، قالوا له يا فندم اردوغان واقف في المطار مستنيك تحت، ودي اول مره تحصل في تركيا. فكان معناه ايه؟ بدايه انا عايز ابدا صفحه جديده، وصفحه جديده عملت لك حاجه ما عملتهاش لرئيس قبل كده جه عندنا. جبار، ما حصلش قبل كده. بالظبط. فاتعمل له استقبال كويس قوي، قابله في المطار، وبعدين حجم الـ نقول ايه؟ الوثائق اللي اتعملت والتعاون اللي تم والاتفاقيات والاتفاقيات رائع، جبار جبار. فاحنا النهارده مصر رجعت لتركيا، وتركيا رجعت لمصر، كلا الطرفين كسبان. انا بقول لك مش هم بس، لا هم واحنا النهارده، علشان حكم صوت العقل. بالظبط. هو غلطان في الفتره اللي فاتت انه وقف، والاخوان يرجعوا. يرجع مين يا عم؟ الموضوع ده انتهى خلاص يعني. واتقال له من الامريكان، قالوا له انت الامريكان الاخوان دي صفحه وانتهت، ابدا اشتغل مع مصر. فالنهارده لما تم الاتفاق ان حجم التبادل هيوصل 15 مليار دولار الفتره الجايه، دي حاجه كبيره. وبعدين هنبدا نتعاون في اتجاهات كتيره جدا. وعايز يدخل البريكس. وعايز يدخل نقول ايه؟ نقول الاوبك، الغاز بتاعنا، لان احنا النهارده متحكمين في غاز الشرق، محطات الاسالة الوحيده عندنا. فهو عايز يدخل معانا. اولا احنا كنا المره اللي فاتت بنصدر له غاز الفتره اللي فاتت، لان هو كان معتمد على الغاز بتاع روسيا. روسيا كانت عشان تمسك اوروبا كانت مديه الغاز بتاعها لاوروبا، فاضطر يلجا لنا. فالنهارده اتوعد انه هيخش المركز الغاز بتاع المنطقه اللي احنا متولينه، ان احنا هنبدا بقى نصدر له غاز. في تعاون غالبا عسكري الفتره اللي جايه، ممكن هو هيشتري مننا
العربيات المدرعه الجديده اللي طلعت في بتاع اس تي 100 واس تي 500 بالظبط. واحنا ممكن هنشتري البريق دار اللي هي الطياره المسيره بدون طيار اللي اهدى واحده منهم لما جه الرئيس في شهر ابريل بالظبط. فبالتالي انت بقى في تعاون، والتعاون ده مهم. برضو تركيا دوله اسلاميه، وانا عشت هناك زي ما اقول لك، يعني دوله اسلاميه صح، وتخش الكره والنجوع زي عندنا الدين والجامع. طب هقول لك حاجه بقى، تركيا اشهر حاجه فيها جامع السلطان سليم او بيسموه بلو موسك اللي دايما بتطلع في الصور. مين اللي بنى الجامع ده؟ المصريين 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 المصريين، وخد الشكل بتاع جامع محمد علي اللي في القلعه، بس عملوا قده 4 5 مرات. تمام. الحاجه الثانيه، اهم سوق في تركيا في اسطنبول كباليشر شيء اللي هو السوق المغطى زي عندنا خان خليل. مين اللي عمله ده؟ نسخه نسخه. مين اللي عملوه؟ المصريين. ده الحي اللي معمول هناك زي الجماليه بالظبط. بالظبط. الحاجه الثانيه، اما انا رحت قالوا لي بقى في شهر رمضان من كام سنه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه، الله يرحمه، جاء يقرا قران في رمضان، بيقولوا لي 25 يوم. 25 يوم 2 مليون تركي قاعدين في الشوارع جنب بقيه السلطان احمد الجامع عشان الشيخ عبد الباسط. اهم سوق في اسطنبول، سيبك بقى من الاسواق، الناس اللي رحت بتشتري بقى السينيات والكلام ده، السوق الشعبي مصر. اسمه مصر، زي العتبه عندنا بالظبط. سوق مصر موجود على عين العتبه، احياء مصر القديمه عندهم بالظبط. فالسوق ده سوق مصر، انت فاهم، كانت بتيجي وموجود له نقول مينا على البوسفور، تيجي المراكب ايام الامبراطوريه العثمانيه شايله الغلال من مصر والكلام ده وتنزل في السوق. فحقيقي العلاقه اللي بين مصر وبين تركيا هايله. انا عشت 3 سنين هناك، يعشقوا مصر، يحبوا مصر. بس هضحكك بقى، طب الخناق بيننا وبينهم كان ساعات على ايه؟ هتضحك. الاكل، البقلاوه، اقول لك بقلاوه دي بتاعتنا احنا، تخيل، مسقعه دي بتاعتنا وانتوا خدتوها من المسقعه، لا وخناقه جامده دي بتاعتنا انتوا خدتوها منه. لا، ففي الحاجات دي هم، والاكل بتاعهم كويس قوي بصراحه زي اكل الشوام. انما ده كانت الخلافات، انما هو شعب بيحب مصر، متدين، عارف ان مصر تاريخ عظيم، وان الامبراطوريه العثمانيه يقول لك احنا اكتر حاجه استفدنا بيها مصر والفتوحات اللي عملها بقى ابراهيم باشا وبتاع. فعشان كده عوده العلاقات التركيه المصريه اعتقد انجاز كبير عمله سياده الرئيس السيسي خلال الفتره دي والفتره اللي جايه. هل التواجد او اجتماع مصر وتركيا مع بعض كقوتين ممكن ياثر على الحلول في القضيه الفلسطينيه؟ طبعا طبعا، لان انت برضو الاول كنت بيشتغل لوحدك، هو لوحده. تمام. وهو برضو متعاطف مع القضيه الفلسطينيه وشويه كده برضو مع اسرائيل، يعني ما يضرش المصالح. بالظبط، السياسه لعبت المصالح. لو دوله مصلحتها يمين تبقى السياسه يمين، ودي حاجه ما تزعلش، دي حاجه معروفه. لا لا، هي كده، وهي هو برضو يقول لك السياسه اتز ديرتي ورك، عمل وحش. انت فاهم؟ فاما انتوا الاثنين نتفق، واحنا دولتين اسلاميتين، واحنا اكبر دولتين في المنطقه النهارده، والنهارده احنا اكبر جيشين. انت خلاص العراق انسى الجيش بتاعها، مفيش، سوريا مفيش جيش، لبنان مفيش، انت الجيش الكبير وهم اللي زيك في المنطقه. فلما تتعود مع بعض اكبر جيشين، اكبر دولتين اسلاميتين في المنطقه، نقول دولتين اقتصاد كويسين، فده لصالح مصر وصالح تركيا. عشان كده بقول لك الاثنين كسبانين، احنا كسبانين وهو كسبان برضو كأردوغان. طيب في حاجه ما حدش اتكلم فيها يا فندم نهائي، ما حدش ذكرها نهائي كانها ما حصلتش. مصر نظمت من يوم 3 ليوم 5 معرض طيران في العالمين. تمام. المعرض ضم 100 دوله بطياراتهم. ما حدش اتكلم ان ال 100 دوله دول الطيارات اللي جابوها مدني وعسكري، حتى الناس اللي هتنزل اقامتهم فين؟ طيارات مدنيه وعسكريه. 100 دوله بطياراتهم في العالمين. المطار اللي اتعمل ده اتعمل امتى؟ ويساعد الناس دي كلها ازاي؟ ومش دي كانت حقل، دي كانت طبعا طبعا. انا عايز اقول ذكر الموضوع ده للاسف. وبعدين حتى اللي ذكروا الجماعه اياهم اللي بيهاجمونا، اقول لك انتوا لاقيين تاكلوا لما تعملوا بتاع دوت.
عايز اقول لك ان احد نجاح السياحة هي سياحة المؤتمرات والمعارض، بتجيب فلوس. تعرف المعرض ده دخل لمصر دخل حدش يتخيله، كل ستاند دولة خدته دفعت. ايوة كده، مش عندنا في مصر ده، في المعارض في العالم كله. واحنا لما الهيئة العربية للتصنيع بتعمل معرض في دبي بتدفع ثمن الايجار، فالناس دي نمرة واحد كلهم دفع. وبعدين الناس دي جت شهر قاعدة بتعد بقى للمعرض وتجيب طياراته وبيتدرب وبيتدرب دفع. الناس دي عملت إقامة، طيارات بالأطقم الفنية عملت إقامة قعدوا، الناس دي اللي قعدت راحت اتفسحت وزارت. فأنت كسبان 100% من الناحية الاقتصادية. أنا برد ليه؟ لأن الجماعة ياهم دول بقالهم يومين ثلاثة ضاربين. حدش قال 100 دولة بالإقامة بتاعتها بالطيارين بالظبط، و100 دولة ده كل واحد مطار إيه اللي اتعمل بالظبط. الحاجة التانية بقى، ده كان حلم لنا. أنا كنت وأنا طالب في إنجلترا، فإنجلترا بتعمل معرض طيران، هم لابورجي وفامبرا بتاع انجلترا، هم كانوا خمسة في البداية، وكانوا جنب كامبلي. كنت بركب القطر نص ساعة اوصل، فرحت قعدت يومين بقى في الويك اند. كان حلم، حتى اقول يا ربي في يوم من الايام هنعمل معرض زي ده. طيران وبقى فضاء دلوقتي، ايام زمان كان طيران بس، لكن انت دلوقتي خدت الطيران والفضاء. والله كان حلم ايامها. حضرتك اكيد خدمت من 88 ل 90، كنت في السلوم. تمام، طبعا عارف المنطقه وعارف الفرق ما بين 88 90 ودلوقتي. كل الناس امبارح انا كنت شايفهم روسيا توداي القناه كانوا عاملين تغطيه، تمام، عشان يبرزوا بقى السلاح الروسي برضو، ما كل واحد بيتاجر. فالمذيعه بتسال، قالت له زي ما انت قلت كده الاخبار المطر. قال لها انا فوجئت، المنطقه دي كانت كلها الغام في الحرب العالميه الثانيه، وكنا بنتحال عليهم هادو خرائط الالغام. وما فيش خرائط بقى ولا بتاع كله ده. فلقينا مطار اتعمل، ودخلت مدينه جديده اسمها العالمين. والله كان اكبر سعاده ليا ان اسمع من الراجل ده الاجنبي بيحكي على العالمين ومطار العالمين ومدينه العالمين. انا رحتها الجديدة، وهم بيبنوها بالليل، كنت في اسكندريه واحنا كنا رايحين العالمين. فحضرتك كانت اللي بيشتغلوا بالنهار بيشتغلوا بالنهار وبالليل على كشافات. يعني انا شفت الكشافات متنوره وبيشتغلوا بالليل على كشافات، يعني صبح وليل. فطبعا انت عملت حاجه زي كده. الحاجه الثانيه بقى، الناس اللي كلها جت، اولا المعرض ده اتعرض في كل حته في العالم. يعني بقول لك روسيا توداي القناه الروسيه بتذيع. اليس ده بيقول للناس ان بدي بلد مستقره امنه بتعمل فيها 100 دوله؟ وبعدين المره دي بقى بتبان بقيمه اي معرض بحاجتين. الحاجه الاولانيه، انت جايب حاجات فعلية ولا لا، ولا جايب صور؟ ده الصين بعت اكبر طيارة نقل نزلت، واول مرة تطلع جابوه عندنا، والطيارات دي اول مرة تطلع فبالتالي بتتقاس بقيمة المعرض بحجم نوعيات الاسلحة والمعدات اللي جات، لان ممكن يجيب لك صور وخلاص تعال. طب حاجة، سؤال مخفي، طيارة زي دي لما تطلع عايزة ممر قد ايه؟ وتجهيزاته ايه عشان تنزل عليه؟ ففعلا ادت يعني اقول ايه اهميه كبيره. وانك تعمل اول معرض ب 100 دوله، لا دي كتيره. يعني دايما المعرض الاولاني يقول لك ابس اشوف، طب نبعت حته مجموعه، طب نشوف هينجح. انت عملت ب 100 دوله حقيقي، حاجه تشرف لمصر وقيمه مصر، وادت دعايه حلوه لمصر. وبعدين المعرض ده هيتعمل كل سنتين، فتحط على خريطه المعارض الدوليه. كل دي على فكره بتبقى لها قيمه. يعني لما جلوبال فاير باور دي منظمه اللي بتعمل رانكينج كل سنه لترتيب الجيوش، ترقيم الجيوش ومين هتتحط السنه دي والسنه الجايه، انا بقول لكم دلوقتي هنعدي الرقم اللي خدناه السنه اللي فاتت. المعرض ده زائد الاربع غواصات اللي جولنا من المانيا وما خفي. فلا يعني ما هو ده المعلن. ما هو الناس دي برضو ما اللي مخافيه دي ممكن ما تعرفهاش، هما بيتكلموا على المعلن. فاللي معلن النهارده انك عملت هذا المعرض، وده اول مره تعمله، وبهذا الحجم من الطائرات والمعدات، وبهذا الحجم من اشتراك الدول. ممكن تلاقي 20 دوله 30 دوله تقول ما حدش جه. وبعدين في دول بقى جايه عشان تشتري. ما المعارض دي قيمتها ليه الناس بتعملها؟ عشان اجي اشوف، اما عاوز اشتري طياره اجي اشوف كل البضاعه قدامك اللي في العالم. حاجه بقى الميزه الثانيه،
ان الاول مره ظباط بتوعك الطيارين الصغيرين والكبار بدل ما كانوا يخشوا على النت ويدور، لا دي قدامه لحم وعظم، وبعدين المصنع بيبيع، فقاعد بقى يفخم في الطياره ويقول لك دي بتطلع وهتعمل ايه وارتفاع والمدى، فظباطك بيفهموا. احنا عندنا مصنع طيران في حلوان كويس قوي، فكل الناس المهندسين والبتاع رايحين يتفرجوا. احنا دلوقتي بينا واخدين عمارات الطيارات وبدانا نعمل طيارات احنا اللي نصنعها من الالف للياء. حلو كده بالظبط. والحلوه بتاعت السنه دي برضو يمكن ما قالوهاش الناس في الاعلان. طيب. انت بتعمل السنه بتاعتنا احنا. تمام. لا ده انت خدت صيانه الامارات والسعوديه بدل ما كانوا بيبعتوها امريكا تعمل صيانه تيجي عندنا، فانت كسبت في هذا الموضوع. فلا المعرض ده كان هايل، إضافة جديدة للقوات المسلحة المصرية، إضافة جديدة لمصر وللمنطقة بتاعت العالمين والمصر كلها. الناس جت وقعدت 100 دولة، أظن بقى ما فيش لحد يقول لي في إرهاب ولا مع يعني متأثرة بفلسطين. الحمد لله الحمد لله. طيب في النهاية إيه الكلمة اللي حضرتك توجهها للشعب مصر عشان يطمنوا من ناحية موضوع الصومال ومن ناحيه موضوع غزه ومن الناحيه العامه لدوله مصر كلها؟ بص احنا في الاول برضو عشان ما حدش يقول بنطبل لحد ولا حاجه، عندنا مشاكل اقتصاديه، عندنا ارتفاع اسعار، عندنا بطاله في فئه معينه، يعني البطاله بتاعه العمال والبنايين والكلام ده، لان 3 مليون كانوا في ليبيا وجم المدن الجديده والكلام ده كله استوعب الناس دي، فالبطاله محطوطه. ولكن تشوف اللي بيحصل في مصر النهارده، والاول مره مصر تبقى مهدده من الاربع اتجاهات في وقت واحد، ما حصلتش. احنا طول عمرنا سينا هي اللي بالبلاوي بتجينا فيها من اول الهكسوس 4000 سنه. المره دي شوف ليبيا، الدنيا ليبيا بقى 13 سنه اللي عارفه 13 سنه لا مصداح القذافي لا عارفه تلاقي وزاره ولا حكم، ضايعه. السودان داخله في نفق مظلم، اليمن راحه فين؟ البلد الوحيده اللي ربنا في اديها استقرار فين؟ مصر. فرغم كل المتاعب والمشاكل اللي عندنا لازم نحافظ على بلدنا، ولازم محدش يجرجرنا ونخش في مشاكل، لا نحافظ علينا. كنا زمان بنقول روح اكتوبر، احنا في حرب اكتوبر قعدنا 6 سنين، لما نقلنا هجرنا 3 مدن بورسعيد واسماعيليه والسويس، نزلت الاسر بشنطهم وراحت مدرسه تقعد في فصل، كل فصل فيه عيلتين بينهم الملايه، حد اشتكى؟ حد عمل وقفة احتجاجية؟ كله كان عايز مصر تحارب وتنتصر وتحملنا. حضرتك من بورسعيد؟ طبعا. انتوا ما حضرتوش، ده كان بيتصرف على البطاقة لكل عيلة فرختين في الشهر، حدش يتكلم ابدا. فاللي انا عايز اقوله، شفنا كتير الايام دي صعوبات اكتر. النهاردة زي ما قلت لك احنا اكتر ناس مضارين من اللي بيحصل في غزة، اكتر ناس انضرنا في حرب اوكرانيا، احنا اكتر دولة بتستورد قمح في العالم. بنستورد 9 مليون طن، احنا بنستهلك 10. الرئيس السيسي بعد ما عمل توشكا بقى بنقدر نطلع 100 طن، احنا طن مليون طن. النهاردة بنستورد 9 مليون طن بسبب روسيا اوكرانيا، اسعار زادت. فعشان كده لازم نقول نستحمل الفترة اللي جاية وهتعدي. احنا استحملنا 6 سنين في حرب الاستنزاف، وعشان كده كل شويه يقول ايه عايزين نروح اكتوبر ترجع، ان احنا الشعب المصري بيتحمل ونعيش ونقف وما نسمعش للشائعات اللي تقول انت فاكر ايام ما جينا نعمل قناه السويس ونوضبها بيعمل ترعه ولم فلوس الناس ومش هترجع. الترعه دي بقى بتجيب 10 مليار دولار في السنه. الترعه دي اللي بيحكوا عليها عملت حاجة محدش خد باله منها. اسرائيل هتعمل قناة اسمها بنجوريون من ايلات البحر المتوسط وتضرب قناة السويس. أول ما وسعناها وعمقناها ماتت العملية. اتردم الموضوع. عشان كده مصر ماشية كويس وبخطى، عندنا مشاكل وعندنا صعوبات، ولكن لازم نتحمل، ما نسمعش الكلام اللي بيتقال ونقعدش ريتويت وإنه لا. اتاكد ان المعلومه اللي جايلك دي مظبوطه عشان تنصر باذن الله وتبقى عظيمه الفتره القادمه. طيب وبالنسبه لموضوع الصومال، كلمه اخيره في دي. كلمه للصومال، محدش يقلق، احنا مش رايحين نحارب في دوله تانية،
احنا داخلين عشان نرفع كفاءة الجيش الصومالي عشان يقضي على الارهاب اللي عنده ويرجع بعيد ارضه، واحنا هيبقى لنا تواجد عسكري في المنطقة، تواجد لحماية مصالحنا، مصالحنا واستثماراتنا، استثماراتنا اللي هي في البحر الاحمر، ومصالحنا عشان مية النيل لو حد قرب احنا موجودين. ست اللواء، حلقة رائعة ومعلومات غزيرة جدا، وشاكرين لحضرتك تشريفك بنا النهاردة، ويا رب دايما ربنا يبارك في سيادتك وتشرفنا دايما على طول. شاكرين، كل سنة وانت طيب، وحضرتك بصحة وسلامة يا فندم. شكرا اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقة قادمة مع ضيف جديد وقامة جديدة من قامات مصر. شكرا.